أنت أيها الداعية إلى الله عز وجل ما عليك إلا التبليغ، وذكر إنما أنت مذكر. وذلك لأن البعض قد ينحسر في دعوته إلى الله عز وجل إذا رأى صدود وانصراف الناس، ولكن لا يضيره ذلك، فإن النبي عليه الصلاة والسلام لم يستجب له من أمته من مجموعها إلا قلة. قال عز وجل: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. قال عز وجل: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. ولنا عبرة في سيرته عليه الصلاة والسلام في أول دعوته، فكان لا يؤمن إلا آحاد من الناس على خفاء، فبارك الله في دعوته عليه الصلاة والسلام، فما توفي إلا وقد رأى الناس يدخلون في دينه أبواجا، كما قال عز وجل في سورة النصر: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. وهذه السورة نعيت نفس النبي صلى الله عليه وسلم إليه، فلا يظن ويتوهم الداعية أنه على غير هدى إذا لم يستجب له. كلا، إذا كان منطلقه من قال الله، من قال رسوله صلى الله عليه وسلم مما صح عنه، فليعلم أن سبيله سبيل النبي عليه الصلاة والسلام. قال عز وجل: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. على أحد وجهي التفسير يعني أنا وأتباعي يدعون إلى الله عز وجل.